خليكي انت المصدر الامان، خليك انت مصدر مرجعيه لابنك وبنتك. طيب يعمل ايه الاب والام بعد الست نقاط اللي انا قلتهم واكتبوهم واحفظوهم يتعيدوا المقطع ده تاني؟ اعمل ايه؟ ادعمهم ازاي؟ ركزوا معايا. اعطي مسؤوليه مع مراقبه، مش فوكس، مش عليهم كده ده ابويا وام، لا بعيد. والمراقبه ان انا مش براقبهم عشان انا شاكه فيهم، لا انا بتابع، بس ادي مسؤوليه. انا واثقه فيك، انا عارفه ان انت انا عارفه ان انت هتعرف تحل المشكله دي. اعطي مسؤوليه وافوض وادي تفويض مهام. يا ريت فكروني نبقى نديكم محاضره عن تفويض المهام، محاضره مهمه جدا، ناخد التفويض مع الاقناع، تحفه جدا جدا. عيب، ايه المشكله ما نستخدم علم الاداره مع اولادنا ومع الزوج؟ ازاي تقنعيه وبعدين مش تقنعيه بقى، ده خليه عشان يجيب لك كل الهدايا. مفكروني نديكم المحاضره دي. طيب رقم 2 من الدعم الاحترام. مش انت يا ابني هو عليك كده وكده، انت يالا، هو انت فاهم يالا ده اللي طالع لاهل؟ وكم من الكلمات السلبيه للبنت وانت فاهمه حاجه، انت اخرك ايه هتتجوزي غلط غلط. احترامهم حتى في الامر يخصهم، اعمل حسابك النهارده مش عارفه هتجيب ايه علشان قرايبنا جايين، الامر اللي يخصه محتاج انه يستاذن فيه، وده من احترام الشخصيه له. هو يطلع يحترم نفسه والاخرين يحترموه، ما يطلعش مهان، عنده مبدا الحريه وحفظ نفسه وكرامته رقم واحد. الحريه مقدمه على تقديم على تطبيق الشريعه، عارفين الكلام ده؟ الحريه مقدمه على تطبيق الشريعه. ليه؟ انا انسان، انا ليا كينونه، فلما تلغيلي نفسيه وانسانيه المراهق هيطلع ايه؟ منقاد. منقاد، مش عايزه اقول كلمه بالمصري مش حلوه، مش عايزه اقولها، منقاد، تابع لغيره، ولا الكلام ده. طبعا ده غلط، ده غلط. اديله واحترميه، وخصوصا في خصوصياته، وده شيء مهم جدا. طيب رقم 3 من الدعم التواصل الجيد، عشان خاطري ابوس ايديكم وراسكم. نتعلم ازاي نتواصل، بادي لانجوج، الكلام، كلمه. عارفين احنا فاقدين ايه من التواصل؟ زي الطفل اللي بدات بيه القصه، ماما لو سمحت ما تقولين سر، قولي ممكن حبيبي بليز. احنا مفتقدين كلمه حبيبتي، يا بنتي، يا بيتانا بتاعت انتي، انت يا ابني، يا روح قلبي، يا قائد، يا شجاع، يا انت راجل البيت، ده انت عيني ما تشوفش. كلام اللي الاولاد فعلا يكونوا حابينه. احنا محتاجين هم يشوفوا ايه احنا حبيبي وحبيبتي في التواصل، ويحسوا فعلا ان هم احنا بنحبهم، هم فعلا موضع تقدير واحترام لينا. طيب رابع حاجه من الدعم الاباء عشان نعمل، ادي ثقه، افوض وادي مهام وادي ثقه. انا واثق فيك، انا عارف انك هتعرف تتصرف. غلط يا عم، ما كلنا غلطنا، ما فيش يلا اللي بعد نصلح الغلط ازاي، ماشي؟ يبقى قلنا زرع الثقة، ودي لهم ثقة، أنا واثق فيك، أنا عارف أنت بتعمل إيه. أهم حاجة في مرحلة الدعم، ودي اللي هختم بيها، فاضل لي بس جزئية واختم. عارفين إيه؟ استيعاب المرحلة اللي هم فيها. مجرد أنا كأب وكأم أو كمربي بستوعب بس فكرة التغيير اللي بيمر بيها المراهق. أنا في فترة دنيته كلها متغيره، بادي لانجوج بتاعته، جسمه، التكوين البيولوجي بتاعه، الهرمونات ذات نفسها، يا مؤمنين، حجم الموقع، حجم التفكير، كميه الضغط عليه علشان يطلع قرار، ما يبقاش عرضه لنقد المجتمع حواليه، لان هو ده اللي بيشوف. بلبس اللبس ده، الشميز ده حلو، طب التيشيرت، طب اقلع، طب الطرحه. استوعب انا كاب وكأم فكره التغيير اللي بيتعرض ليها المراهق. اخر حاجه اوثقوا بيها الدعاء، بجد الدعاء اللي احنا بنقوله ده اسباب، يا اباء ويا ام، كل ام بتسمعني، اللي احنا بنقوله ده اسباب، والاسباب راجعه لنظريات علميه، نظريات تربويه، نظريات علم نفس. ما احنا ام سببيه، مامورين ناخد بالاسباب. مين ربها؟ الله عز وجل، هو رب الاسباب. يا رب، يا من انت رب الاسباب، اهدي لي اولادي من غير حول مني ولا قوه، بالاسباب اللي قالتها دكتوره هاله سمير في الحلقه وفي المحاضره، ومن غيرها يا رب. والله ينفع؟ ينفع. ليه؟ لان هو الرب يعطي، اسمعي، يعطي من خصائص اسم الله الرب، احنا محتاجين نعرف اسماء الله الحسنى تاني، يعطي بدون اسباب، ومع، اسمعي، استحاله الاسباب بس، ومع انتفاء عدم وجود الاسباب. يعني حتى لو ما عملتيش بالدعاء وانت ام، ده انت عندك اوبشن استجابه رهيب، الدعاء، ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، ان الله سبحانه وتعالى يمن عليك بهدى اولادك من غير، يا رب والله انت من عندك الهدى، اهدي قلبهم واجعلهم على صراط، الهمني يا رب الكلام الصح اللي انا اقوله.